أحباء المشاهدين من قرية المجدلة قديماً أو المجدل، قرية مريم المجدلية، نواصل دراستنا في هذه الحلقة عن العظة على الجبل، ورح أتكلم عن موضوع لا تحلفوا البتة. هذا المكان الجميل عند بحيرة طبرية مذكورة في الكتاب المقدس، مذكورة أيضاً في الكتابات التاريخية، ويكفي أن نقول بلدة إحدى تلميذات يسوع المسيح وهي مريم المجدلية. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل.